تعيش فوق بلاد ما كتشوفي. شحال صعيب بزاف ديال الناس ضدك وما تخافش، شحال صعيب تكون مغلوب يردوا في طهري كلشي. في راجل عندي محسون بعدو يرطى ما فرشي. شحال صعيب تعيش فوق بلاد ما كتشوفي، شحال صعيب بزاف ديال الناس ضدك وما تخافش، شحال صعيب تكون مغلوب يردوا في طهري كلشي. في راجل عندي محسون بعدو يرطى ما فرشي. تهرس قالوا رجلي مشى، اللي ضربت الحبس قالوا دابا الانسان ملي كيشوف شي يعني حياته كامله ظلام، وبنادم يقدرك شي ويحس بك وما يفهمك شي. يعني وقع لي مشكل، يعني مشكل عا في العرق، العرق يعني تخنقولي. فين بعد شي بنادم ما تقول لك الجمعيات؟ فين هما هاد الجمعيات؟ يلا فين هما هاد الجمعيات؟ انا من 91 وانا كنعاني مع المرض ومع الدواء. دابا هنا غنهضر لواحد المشكل كنعاني في هاد الحومه. دابا انا الانسان ما كنشوفش الحمد لله، هادشي هذا راضي به، لا تقنطوا من رحمه الله. المهم دابا انا نعاودكم مشكل باش مشى لي النظر من 91، يعني كانت في عمري 13 عام. شنو وقع لي؟ وقع لي مشكل الحرق في عنقي والحرق في راسي، ما يمشي مده شي عام، يعني الحرق ماشي بزاف، يعني شويه وصافي. من بعد واحد الليله نعس فقت يعني بان الحرق بزاف، هي كانت قيه. المهم يعني مشيت للطبيب، بقيت كندوز في الطبيب وهادو كنعمل راديوس. المهم ضربت واحد شهر ونص النظار، ديك الساعه مشالي. المهم ديك الساعه بقيت يعني كندوز في السبيطارات وهادي، يعني وقع لي مشكل، يعني مشكل عا في العرق، العرق يعني تخنقولي. المهم يعني بقيت يعني كنعاني بهاد الشيء هذا الحمد لله من 91 إلى يوم من هذا. ميم الحمد لله الحال حسن من الأول. ميم يعني دابا هاد الحومة هادي يعني كاينة بنادم ولد الناس بالحق الغلاب ماشي رجل. علاش؟ دابا الإنسان ملي كيشوف شي يعني حياته كاملة ظلام، وبنادم يقدرك شي ويحس بك وما يفهمك شي. علاش؟ يعني الإنسان ملي كيشوف شي يعني في هاد المجتمع اللي كنعيشو فيه يعني كيبان لهم يعني واحد النظره فيه، يعني اي حاجه عمل هذاك ما كيشوفش اي حاجه. دابا انا مثلا عندي واحد بلي يعني خدام به، يعني به كنصرف وهادي. المهم جابته واحد مومينتو بلي يعني مابقى كيدخل لي والو. المهم ناضو بعد شي بنادومات كيشرو السيليسيون كيجو كيشمو لي حدا باب دم محال. من بعد بقى كيدخلوني بلاي ستيشن كيشمو لي انا، يعني عندي مصاريف ديال الدواء، يعني بلي مابقى كيدخل لي والو. انا كنبيع السيليسيون، ملي نوض كنبيع السيليسيون يعني ناضو والديهم جمعوا الشهود عليا، طلعوا عند الواكل عمرو بيا الشكايه. ملي عمرو الشكايه ماشي عمرو بان ما كنشوفش، عمرو عليا انسان عادي. من دابا انا هادشي هذا اللي بعتو يعني انا الظروف هي اللي حتمات عليا. علاش؟ يعني ضروري عندي مصاريف ديال الدواء، يعني لما ما عملتش هادشي هذا وما شريتش الدواء ما شربتش الدواء يعني ما غنتحركش، يعني اصلا انا كنتحرك غير بالدواء. المهم ديك الساعات جمعوا لي الشوط طلعوا عند الواكل عمروا عليا الشكايه. المهم جاوا مخزن داوني بيتوني في بيجي في العوامه، لقد قدموني. ملي تقدمت للمحكمه عند القاضي قال لي كتاجر مخدرات؟ قلت له اه. قلت له ما كنشوفش ومريض. قال لي ما كاينش ما كتشوفش. قلت له ما كنشوفش ومريض. المهم يعني الاخت ديالي يعني نزلت الوراق ديال الطبيب، قلت ساجا هو سولا قال لي شكون تسوي الجوجه ديالو؟ قلت له لا نقصو ستا اسم سولا لا اسمه اصلا. ديك الساعة عاد كيقول لي مكينشي ما كتشوفش مرة، كتشوف شوية. قلت له ما كنشوفش مرة. قال لي مكينشي كتشوف شوية. المهم جا هو قال لي معناها أنت واجد الأسابيع تنحقوا في هادشي هذا اللي كتقول. المهم طلعوني للحبس. المهم ديك الساعة خرجوني عن الطيبة ديالي سوق بقر، اللي خرجوني عن الطيبة ديالي دخلوني عندها قالت لي عاد نعس شي بجوج سيمانات. قلت لها الطيبة السيليسيون
ما تجيني ايوا ديك الساعه ما انا ما كرهتش يعني شو دابا هما كاينه بعد شي بنادم تيقول لك الجمعيات فين هما هاد الجمعيات يلاه فين هما هاد الجمعيات انا من 91 وانا كنعاني مع المرض ومع الدواء انا ما عمرها شي جمعيه سولت فيا ولا استقصت فيا مي ديك الساعات خرجوني عند الطبيبه دخلت مي قلت للطبيبه السيليسيو مي بقيت كتحاور معاهم قلت له الطيبه تدوا ما بغاوش يدخلوا لي قالت لهم شوفوا نتوما كتحملوا المسؤوليه هاد الدواء اللي كيعمل وهاد التقرير ديال الدواء ديالو صافي مطلعوني للحال دازت واحد الساعه د ما كان جابوا لي الدواء جابوا لي شحال 75 الف فرنك يعني الحال شراوالي مي متى الدري اللي كنت ساكن معاهم في الحبس يعني اصلا يعني كانوا مشكوكين فيا يعني علاش قالوا لي حنايا كنعرفوا بنادم ما كيشوف شي يعني كيكون دواغ ما فهمتي علاش الانسان شو دائما عمل الثقه في الله والثقه في النفس علاش واحد الحاجه كتب عليك الله الله يعني كيمتحننا في الدنيا غنشوف واش غنصبروا ولا ما غنصبروش انا هادشي هذا كامل راضي به وكنفتخر به دابا انا المشكل اللي كاين علاش بنادم كاين شي بنادم ماشي كلشي يعني كيبقاو بلا شغل كيتقراو عليا كيجيو ياديوني علاش الامنيه ديالهم خصهم يشوفوني كنغوت يعني عاد كيبرد لهم قلبهم بالعقل علاش بنادم الانسان ما خصوش يستغل نقطه الضعف ديال الانسان علاش حنايا يعني ما نكذبش عليك يعني انا كنعيا نهضر وكنعيا نقول يعني دابا اي حاجه كنقولها لهم الدراري عفوني بعدوا مني ما تاديونيش والو يعني هما ضروري الامنيه ديالهم يعني انا كنت جالس في المحل ديالي ترانكيلو بالعاني كيجيو يادوني خصهم باش نوض نغوت حق انا ماشي مشكل شنو هادشي هذا اللي كيعملوه فيا والله لا اثر فيا علاش مهم انا هاد والديهم اللي ظلموني وتهموني تعدوا عليا طالعين بيا للحبس مهم انا داكشي اللي قالوا فيا مهم عند الله هو اللي غادي يقول يعني لك الحق ديالهم هو الله يعطيه والو لك الحق ديالي يعطيه لي الله علاش يعني شو دابا كاينه بعد بنادومات واخا يشوفك يعني القلب ديالك عيطرطق زعما يحس بك والله غيقدرك والامنيه ديالو هو خصك يشوفك طرطق لك شي عارف جات لابيلات داتك انا جابت يعني العاب طرطق لي جات لابيلات داتك نبدا كيقولوا مطهري ها هو تعطوا له رجله تهرس من رجلي الدواء يعني في السيمانه خصني 300 درهم دابا هي اللي غنجمع يعني الشهر يعني خصني 130000 120000 دابا على حسب الدواء يعني كتجيب هاد الشي دواء كنوقفوا في حاله عاوم اللي كنحس براسي ماشي هو هذاك عاد كنولي نشري راه شو راه مرض مزمن راه ماشي سهل واخا يكون عندك اللي كان عندك راه ما يبقى لك شي راه من 91 الى يوم من هذا شحال خصك شو خصك الدواء خصك ما تاكل خصك ما تلبس والجمعيات ما كايناش ما كاينه احنا دابا حنا عندنا الجمعيه ديال نهضة بوصرة في ارض الدوله ما كايناش يعني فوقاش يعني شي محسن كيعطينا التعاونيه على 8 شهور واش حنا تنشر غنبقى ناكلو تنشر يعني شو هي على حسب الاعاقه ديال الانسان دابا الانسان اللي ما كيشوفش ياك هي اما كتشوفش راه مشكل زائد عندك المرض كيطلب لك الفلوس وطبيعه الحال ما عملتي هادشي هذا راه ما فهمتي ضروري خصني الدواء ما شربتش الدواء راه ما غنوضش راه ما غنتحركش طبيعه الحال ما عندي حتى حل عندي فمي بين كنحمي راسي ملي انت كتقول لي ما غنغوتي اذا شنو باقي لي اش لك دابا واش نقراس هذا هو الحل دابا عبد العزيز ملي كيغوت وكيصدى علاش ملي كيقولوا شي حشومه علاش كياديوه ما كايناش غير العوار كيغوت كيزب وخصنا نعرفوا هذا الانسان هذا علاش كيغوت ما كايناش ميم انا هادشي هذا اللي كنقول راضي به والحمد لله ولا تقنط من رحمه الله الهوايه ديالنا عندي قناه في اليوتيوب فهمتي يعني كربي فهمتي كيف يعني الهوايه ديالي يعني فهمتي يعني باش الانسان يعني ضروري كيبغي يعيش مع المجتمع وهذا الشيء هذا انا راضي به والحمد لله انا هذا الشيء هذا ماشي اليوم عاد راه من 91 ملي كانت عندي 13 عام باش وقع لي هذا المشكل الى يوم هذا وماشي مع الوقت والحمد لله وكنت قاتل مع الزمن بنادم لا عين شي واحد تسخر لي كيتلاقاو انا تسخر هذاك ماشي راجل
هذاك ماشي راه متسخر، هذاك ماشي راه، هذاك ما كيشوفش الخير، فهمت؟ انا المعامله ديالي المزيان ديالي ما كيبانلهمش، حق شكون اللي كيشوف الله؟ سمع نقول لك واحد الحاجه، حنايا خصوصي الاحياء الشعبيه هيه ما كيشوفش عوار، هيه هذاك احمق، ومالو حماق وعوار؟ اش عندهم هذوك؟ ماشي بنادومات، وهذاك الشيء الله كتب عليهم داك الشيء هذا. علاش حنا كنادو؟ شوف العربية تعرف حنا هذا المجتمع اللي كنعيشو فيه، شتي لا جبنا لك نقطة الضعف غيبقاو يأديوها كبيرة. حق أنا والله لا جبنا نقطة الضعف، أنا يقولوا عوار ماشي راجل حماق ما مزيانش، ما صار وعيب عاد مني، واش أنا كنشوف بنادم كنعيط له؟ وأنا أصلا المشاكل فين كيوقعوا لي في طبلي. عبد العزيز بوبراني كما كنعرفوا كاملين بينا وحال راجل ما كيشوفش، الحومة كاملة ضده، فهمت؟ كاينين شي فئة قليلة اللي معاه. كنتعاونوا مع بوبراني، كنتعاونوا انا وياه في كلمات، كيغني شي ايسترو كذا، كنصوروا في فيديوز مع بعضيتنا هيدا. ايوا بوبراني كنجي كنجبرو كيغوت لنا انايا بوحديتو، بنادم كيبقى يأديه، كيبقى يستغل نقطة الضعف ديالو، ما كيشوفش، كيبقى يجي وقفوا له حدا باب المحل ديالو، كيبقاو يجي كيسكروا كيجيو يحيحوا لنا انايا الدروكا، كيبقاو يهرسوا عليه الباب. كاملين بينا كنعرفوا، الحومه كامله كتعرفوا، الثانيه كامله كتعرف. وكنطالب يعني يتعاونوا معايا على الاقل، بعدا غيبارطاجيو ابار الماتريال وديك الكاميرا و بيسي، يعني بارطاجيو له ولا شي حاجه، المهم اداره السيد هذا، فهمت؟ او يعاونوا بعدا على الاقل غير في على الدواء ديالو. بوبراني راه كتجي واحد 130 الف في الشهر كتجي بوبراني في الدواء. جيت نقول واحد الكلمه في حق الاخ عبد العزيز بوبري، ما كيشوفش اعمى، بان هذا عبد العزيز فتح بليف حاومه ديالنا اللي هو ستيتوين، باش كيسرزق ديك الدراهم معدوده باش كيشري بهم الدواء مسكين، وهادي راه كيعاني. ولكن بان ما كيخليش يفتح الحاومه، النص كبير ديال الدراري الكبار اللي مساكين كيشوف شاربين سكرانين كيسرقوا كيتعداو عليه حيت ما كيشوفش. حنا تعاملنا معاه بعد منا له كاميرات دابا الحمد لله كاينين على شويش باش يحمي راسو، وما كرهناش شي محسنين تعاونوا معاه مسكينين، تعاونوا معاه في الدواء ولا تعاونوا معاه يصلحوا له البلي هذا. تينا كتشوف الحال اللي كيعاني مسكين، شوفي كينعاس، الله احسن اللي عاونوا والله غالب هاد الساعه، ما كرهناش حنا نعاونوا ولكن الله غالب. وما كرهناش بنادم يتعاون معايا يتابونا عنده، تا هو عنده واحد موهبه فن كي رابير وكيخرج بعض الكلمات، تا هو مسكين كيصور له الاخ عبيد وهادي، كرهكم شي تدخل عندهم القناه وشوفوا داك الشيء اللي كيعاني به الدور، راه كيحكي المشاكل ديالو وكيغني. عبدو تشولباط دخلوا تابونا عنده، بدا اقل حاجه تقدروا تعملوها الاخوه الله يجزيكم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.